أمام قمة داكار، مدبولي يؤكد أن مصر وفرت البنية التحتية لجذب الاستثمارات، ويعتبر وثيقة ملكية الدولة خارطة طريق للقطاع الخاص. فرنسا تعلن استضافتها الاثنين المقبل اجتماعاً لبحث حل أزمة لبنان الراهنة بمشاركة دول عربية وأوروبية. في إحاطتها لمجلس الأمن، المبعوثة الأممية تؤكد أن العراق من أكثر دول العالم تلوثاً بالذخائر المتفجرة، وتطالب المجتمع الدولي بالمساعدة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، يعد ركيزة أساسية نحو تخطي التحديات القائمة. وخلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل البنية التحتية في إفريقيا المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار، أشار مدبولي إلى احتياج القارة الأفريقية لنحو 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. يأتي انعقاد قمتنا اليوم وما تتضمنه من فعاليات وجلسات مهمة وبحضور الشركاء الدوليين، بعد مرور 9 أعوام على تنظيم النسخة الأولى لمؤتمر تمويل مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية عام 2014، ليحمل دلالة واضحة على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين أفريقيا وشركاء الدوليين، بما يمكننا من إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المتتالية وتسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم. كما يأتي محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بقارتنا، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، كركيزة أساسية نحو تخطي التحديات القائمة والسعي نحو تنفيذ أهداف أجندة 2063. استشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الأفريقية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. قال رئيس مجلس الوزراء إن مصر انخرطت في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى أن الاستثمارات في مجال البنية التحتية بلغت نحو 170 مليار دولار. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك أسهم في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات. انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام 8 الماضية، وبلغت الاستثمارات في مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار في خلال هذه 8 سنوات. ولم يسهم ذلك فقط في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم أيضا في توفير نحو 5 مليون فرصة عمل جديدة للشباب المصري. وأود في هذا السياق الإشارة إلى المشروع التنموي الضخم الذي ينفذ بأياد مصرية وتنزانية، وهي مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، والذي يعد نموذجا يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، ويبرز الإمكانات والخبرات التي تختص بها الشركات المصرية في مجال البنية التحتية. وتقف مصر على أتم استعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة. وخلال مشاركته في المائدة المستديرة الرئاسية بقمة داكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الأخذ في الاعتبار تطوير المجالات الصناعية في المحافظات والمدن المختلفة لتطوير الصناعة والاستثمار. وأوضح مدبولي أن القطاع الخاص لن يتمكن من الاستثمار دون توافر البنية التحتية. أن تكتفي بالاستثمار، ف
فبالطبع يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار تطوير المجالات الصناعية في المحافظات والمدن المختلفة، وهذا هو هدفنا الآن، هو تطوير الصناعة. ولقد تمكنا كذلك من إعادة بناء الموانئ المصرية والمطارات المصرية بحيث تحقق الكفاءة في مجال الطيران المدني وتيسر كذلك عملية الاستثمار. وفي الاتصالات نحن لدينا الآن نظام وشبكة متطورة للغاية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحن نعمل كذلك في مجال الغاز الطبيعي الذي مكن مصر الآن من تصدير الغاز الطبيعي إلى كثير من الدول الأخرى في أفريقيا وكذلك دول البحر المتوسط. ودعا مدبول القطاع الخاص لفتح استثمارات بمصر، مؤكدا أن الدولة تقوم حاليا بتوفير البنية التحتية لجذب الاستثمارات. وأوضح مدبولي أن وثيقة ملكية الدولة لها دور مهم في تسهيل وجذب الاستثمار. ندعو القطاع الخاص لكي يأتي ويقوم بالمزيد من الاستثمارات. القطاع الخاص لن يتمكن من الاستثمار دون توافر البنية التحتية، لذا نحن نقوم بتوفير البنية التحتية حتى نتمكن من اجتذاب الاستثمار. ولذلك مصر تركز في الفترة الأخيرة على هذه الخطوات، وفي بعض الأحيان هذه البنية التحتية بالطبع هي ما نتعاون عليه مع القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص في بعض الأحيان يكون مترددا في الدخول في مجال تطوير البنية التحتية، لذا عادة تنمية البنية التحتية تكون مسؤولية الدولة هي التي تستطيع أن تقدم مثل هذا التمويل للبنية التحتية. هذا واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جوانب الطفرة التي حققتها مصر في مجالات البنية التحتية، وفي مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية بشقيها التقليدي والمتجدد، وإنشاء وتطوير الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية والقطارات الكهربائية والمونوريل. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال على هامش المشاركة في قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء استعداد مصر لتقديم كل خبراتها وإمكانات شركات الإنشاءات المصرية للمشاركة في جهود التنمية التي يقودها الرئيس السنغالي. ومن جانبه قال الرئيس السنغالي إن مصر كانت دوما نموذجا متميزا لأفريقيا، وفي السنوات الأخيرة حققت نجاحات واسعة في مجالات البنية الأساسية تضاف إلى جوانب تميزها. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السرع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 769 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 214 طنا. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 55 طنا. وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 93 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 51 طنا. وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 453 قضية، من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و 144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت 95 طنا.
تزامنا مع الذكرى 71 لعيد الشرطة، أوفدت وزارة الداخلية عددا من الضباط لزيارة المستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنات واستقبال نزلاء هذه الدور بأندية الشرطة للاحتفال معهم بعيد الشرطة، كما وصل رجال الشرطة توزيع الورود على المواطنين بالشوارع. احنا ولادك يا بلادي، بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 71 تواصلت زيارات وفود من رجال الشرطة إلى المرضى بالمستشفيات للاحتفال معهم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد تلاحم الشرطة مع الشعب. فهنا بالمعهد القومي للأورام قدم طلبة كلية الشرطة هدايا تذكارية إلى المرضى من الأطفال من يتلقون العلاج بالمعهد وكذا ذويهم، في أجواء احتفالية ساهمت في رفع الروح المعنوية للمرضى. شرفنا بزيارة أكاديمية الشرطة، احنا متعودين عليها كل سنة، تدي دعم نفسي وفرحة وبهجة للأولاد المرضى عندنا. حسيت بفرحة ما ساعدنيش صراحة يعني، وابتسامة وملوا قلوب كل واحد فينا فرحة وبهجة. فاجئنا بطلبة كلية الشرطة، بصراحة فرحونا خالص وفرحوا الأطفال خالص، واتبسطوا معاهم ولعبوهم ووزعوا عليهم الهدايا الجميلة دي. بشكرهم خالص وبشكر طلبة كلية الشرطة وبشكر كل اللي كانوا موجودين معانا بصراحة، وبشكر وزارة الداخلية على الهدايا الجميلة دي، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة 25 يناير. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعبي. كما واصلت مديريات الأمن احتفالها بهذه المناسبة من خلال إيفاد مأموريات إلى عدد من المستشفيات بنطاقها وتقديم هدايا للمرضى بها. أشكر الشرطة لأنها جاتنا ودعمتنا وجابت لنا هدايا، ونشكرهم من كل قلبنا، وربنا يخليهم لنا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كما تم إيفاد مأموريات إلى دور رعاية المسنين للاحتفال معهم بعيد الشرطة، حيث تحرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم لهم بصفة دائمة. وقت لما تحتاجينا إحنا دايما هنا، لا مرة حسيت بخوف وقت الظروف مفيش أي قوة تهزنا. إحنا بنشكر وزارة الداخلية إن جت لنا النهاردة وشرفتنا الدار وبتراعي المسنين بطريقة كويسة جدا، ومش أول مرة تجيلنا، هي كل مرة بتجيلنا وبتجيب لنا هدايا كويسة جدا. هم وزارونا ورعونا ورحبوا بينا يعني. كما تم اصطحاب نزيلات دور رعاية المسنات إلى أندية الشرطة للاحتفال معهم بعيد الشرطة في أجواء غلبت عليها الفرحة والبهجة. اليوم النهاردة جميل جدا بالناس اللي معانا، الناس اللي شرفونا، الناس اللي ما بينسوناش أبدا. أنا مبسوطة وسعيدة جدا اللي أنا مع الشرطة. صراحة مش سايبيننا في أي مناسبة، ييجوا في العيد وييجوا في أي مناسبة تخطر على بالك تلاقي الشرطة بصراحة يقولنا ويدونا هدايا ورافعين روحنا. أنا مبسوطة جدا النهاردة إن الناس معانا وبتحبنا وبتساندنا، وأنا أول مرة كمان أطلع مع وزارة الداخلية رحلة على النيل. الضباط بيعملوا ويانا بصراحة ربنا كل خير، ما بيسيبوناش وبيجيبوا لنا هدايا ورافعين راسنا في بلدنا بصراحة ربنا. إيديهم لما بتملس علينا كده إحنا بنحس بالطمأنينة في بلدنا. واستقبلت أندية الشرطة عددا من الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام، وتم تنظيم احتفالات وفقرات ترفيهية لهم في إطار الدعم المقدم لهم من وزارة الداخلية على مدار العام. وكذا استقبلت المواقع الشرطية الأطفال من نزلاء هذه الدور لتعريفهم بدور بعض القطاعات والإدارات الشرطية المختلفة في خدمة المواطنين. تلقى
وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي يوانس كاسوليدس، حيث تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورا نوعيا كبيرا خلال السنوات الماضية. وخلال الاتصال أكد الجانبان على أهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية لضمان تنفيذها بما يعود بالمنفعة والمصلحة على شعبي البلدين، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق العلاقات المصرية الإيطالية وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة. وخلال لقائه ستيفانيا كراكسي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، شدد شكري على اهتمام مصر بتيسير تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى القطاعات الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز انخراط الوكالة الإيطالية للتعاون المائي في المشروعات الوطنية التنموية. ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية على الأولوية التي توليها بلادها لدفع التعاون مع مصر، كما أثنت على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتقدم المحرز في تنفيذها. وتناول اللقاء التعاون في عدد من المجالات وفي صادراتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجهود مكافحة الإرهاب. تتابع وزارة الخارجية عن طريق القنصلية العامة لمصر في ميلانو ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا، حيث قامت القنصلية المصرية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير المنقضي. هذا وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة. كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم وجاري متابعة الموقف والموضوع، حيث قامت هذه الملابسات على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة. انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل السياسية تحت عنوان أفق التحول الديمقراطي نحو السودان يسع الجميع، وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة. وتعقد ورشة العمل وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفاعلية منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق يلبي طموحات جماهير الشعب السوداني. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستستضيف الاثنين المقبل اجتماعا مخصصا للبنان يضم ممثلين من دول أوروبية وعربية، وذلك في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة الراهنة. وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء انسداد الآفاق في لبنان من الناحية السياسية، مضيفة أن فرنسا بحثت مع شركائها في المنطقة سبل تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتهم وإيجاد مخرج للأزمة الراهنة. أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخرت أن الحكومة العراقية تحتاج إلى الدعم السياسي للمضي قدما وتحقيق تطلعات المواطنين. وقالت بلاسخرت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي أن العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالذخائر المتفجرة، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم للعراق لإزالة المخلفات الحربية. العراق من أكثر دول العالم تلوثاً بالذخائر المتفجرة، وجهود التطهير وإزالة الألغام مستمرة بما في ذلك من خلال مبالغ مخصصة من الميزانية الوطنية، هي جهود محمودة وممتازة، ولكن هذا القطاع لا يحظى إلى حد الآن بالتمويل الكافي
والمدنيون العراقيون هم من يدفعون الثمن. في 2022 كانت مخلفات الحرب المتفجرة من أهم أسباب الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين، وهذا يؤثر في حياة ثلث المدنيين على الأقل. لذلك نشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم للعراق في هذا الشأن. عقد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي يزور العراق حاليا. وأكد الرئيس العراقي عمق العلاقات بين البلدين وحرص العراق على تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة ومواصلة العمل والتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن العراق والسعودية يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم والتحديات المختلفة التي تواجهها. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن علاقات بلاده مع السعودية تطورت في المجالات النفطية والتجارية والأمنية، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عقب مباحثاتهما في بغداد، أوضح وزير الخارجية العراقي أن هناك توجها سعوديا لتشجيع الاستثمارات في العراق. العلاقات الثنائية بين الطرفين تطورت في مجالات مختلفة، هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية والمسؤولين في المملكة حول السياسة النفطية وحول التنسيق بين البلدين ضمن إطار أوبك وأوبك بلس. هناك تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري، ونتطلع إلى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سواء من خلال الشبكة السعودية أو من خلال الشبكة الخليجية. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن العلاقات مع بغداد تشهد زخما كبيرا، وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن العراق يلعب دورا أساسيا في تعزيز استقرار المنطقة. الحقيقة أن العلاقة تشهد زخما إيجابيا كبيرا في الفترة الأخيرة بفضل توجيهات القيادتين في البلدين، ونعمل بيننا وجميع المسؤولين في الحكومتين يعملون بخطى وثيقة إلى استمرار هذا الزخم والاستفادة منه في تعميق التنسيق والتعاون بالذات في الجانب الاقتصادي والتنموي. وفي هذا الإطار الحقيقة ندعم كل جهود الحكومة العراقية في سبيل تعزيز الرخاء والاستقرار في العراق والسعي إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار للعراق، وسوف نعمل سويا لدعم هذا والتعاون في هذا المجال بالذات من خلال تفعيل مجلس التنسيق المشترك. ما زالت نشرة التاسع مستمرة وتتابعون فيها. بوتين يلوح بالرد على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، وكييف تتهم موسكو بالحشد للانتقام بسبب المساعدات الأوروبية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لديها ما ترد به على إرسال الغرب دبابات إلى أوكرانيا. وخلال كلمة له بمناسبة الذكرى 80 لمعركة ستالينغراد، قال بوتين إن الغرب يريد القتال في أوكرانيا بأيادي الأوكرانيين عبر إرسال دبابات لليوبارد. نحن مضطرون من جديد أن نجابه عدوان الغرب، وعادوا يهددوننا بدبابات ليوبارد الألمانية ذات الصلبان على أجنابها، ويريدون الآن أن يقاتلون في أراضي أوكرانيا بأيدي خلفاء هتلر من جماعة أتباع باندرا. إن بروباغاندا
النخب الغربية المعادية لنا، ولدينا أصدقاء كثيرون في كل العالم بما في ذلك في القارة الأمريكية وفي أفريقيا وفي أوروبا، ولكن من يجرون الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا ويعلن عن هذا بلا مسؤولية على أنها حقيقة واقعة، من يعولون على الانتصار على روسيا في ساحة المعارك على الأغلب لا يدركون أن الحرب مع روسيا ستكون مختلفة جدا لهم. حذر الكرملين من أن روسيا سوف تستخدم كل قدراتها للرد على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن القوات الروسية سترد على تسليم أسلحة غربية بعيدة المدى إلى كييف بمحاولة دفع القوات الأوكرانية بعيدا عن حدودها لإنشاء منطقة عازلة. وفي تصريحات إعلامية قال لافروف إن الإجراءات الغربية تلعب دورا مهما في كيفية تفكك العمليات العسكرية الروسية، متهما الولايات المتحدة بالمشاركة بشكل مباشر في انفجارات أنابيب غاز نورد ستريم. Видимо, их будут на время отпускать в отпуск из армии и оформлять на юг. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بحشد قواتها المسلحة للانتقام من أوكرانيا وأوروبا التي تدعم كييف في مواجهة العملية العسكرية. وفي مؤتمر صحفي مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قال زيلينسكي إن روسيا تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضا من أوروبا الحرة. من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يقف جنبا إلى جنب مع أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن زيارتها الحالية إلى كييف تعد رسالة مفادها أن أوروبا جمعاء تدعم توقف أو الوقوف جنب أوكرانيا في أزمتها. أوروبا كانت إلى جانب أوكرانيا منذ اليوم الأول، لأننا نعلم أن مستقبل القارة بأسرها يكتب هنا. نعلم أنكم تقاتلون من أجل شيء أكبر من مجرد الدفاع عن أنفسكم. إن الحرية على المحك، هذه معركة بين الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية. بوتين يحاول إنكار وجود أوكرانيا، لكنه يخاطر في المقابل بمستقبل روسيا نفسها. وافق المجلس الأوروبي على منح أوكرانيا حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو بالإضافة إلى 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا. وفي بيان قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن التدابير الجديدة التي يرسلها الاتحاد الأوروبي هي رسالة واضحة في وقت حساس تؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر وما دامت هناك حاجة إلى ذلك. Worth 45 million for the Ukrainian force being trained. قرر البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3%، فيما تعد الزيادة الخامسة على التوالي من أجل كبح التضخم. تحرك المركزي الأوروبي في أول اجتماعاته هذا العام يأتي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، وذلك بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربعة زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك إلى سعر فائدة قياسي في نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. أعلنت حكومة الكاميرون عن زيادة أسعار وقود السيارات والمصانع، وكانت الحكومة الكاميرونية قد أجرت مباحثات مع صندوق النقد الدولي الذي أصدر بيانا مؤخرا لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد لمدة 3 سنوات. وتتوقع الكاميرون أن يوافق الصندوق بحلول مارس 2023 على صرف 45 مليار فرنك أفريقي لدعم الميزانية.
سجل معدل التضخم أعلى مستوى له منذ 48 عاما في باكستان بحسب بيانات نشرها مكتب للإحصاء التابع لها. وبلغ معدل التضخم في عام آخر في يناير عام بنسبة 27.55%، وهو أعلى معدل منذ مايو 1975. لأعلى مستوى له منذ 48 عاماً وصل معدل التضخم في باكستان التي تشهد أزمة اقتصادية، مما دفع صندوق النقد الدولي للقيام بزيارة لعقد محادثات عاجلة. التضخم في باكستان بلغ في يناير 27.55%، وهو أعلى معدل منذ مايو 1975، فيما علقت آلاف حاويات الشحن في ميناء كراتشي. ويعد الاقتصاد الباكستاني في وضع صعب، إذ يشهد أزمة في ميزان المدفوعات، فيما يحاول إيجاد حل للديون الخارجية الكبيرة. ولا تملك الدولة ذات خامس أكبر عدد من السكان في العالم سوى أقل من 3.7 مليار في مصرف الدولة، أي ما يكفي لتغطية قيمة الواردات على مدى 3 أسابيع فقط. صندوق النقد الدولي قام بزيارة إلى إسلام أباد لإعادة إحياء المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ مجمدة مع الحكومة التي امتنعت حتى الآن عن الإيفاء بشروط المؤسسة الدولية المشددة. لكن في الأيام الأخيرة وفي ظل احتمال الإفلاس الوطني في غياب وجود أي رغبة من الدول الصديقة لتقديم حزمة إنقاذ أقل قسوة، بدأت إسلام أباد تستجيب للضغوط. الحكومة من جانبها خففت الضوابط على الروبية لكبح جماح السوق السوداء في خطوة قد تؤدي لهبوط العملة المحلية إلى مستويات منخفضة لدرجات قياسية. ولم يعد مصرف الدولة يصدر رسائل ائتمانية إلا من أجل الأغذية والأدوية الأساسية، وبالتالي علقت آلاف حاويات الشحن في مطار كراتشي محملة ببضائع لم يعد بإمكان البلاد تحمل تكاليفها. قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن سول وواشنطن أجرتا مناورات جوية مشتركة فوق البحر الأصفر ردا على طموحات كوريا الشمالية المتزايدة في الحصول على أسلحة نووية. وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة حلقت بطائرات قاذفة وطائرات مقاتلة من طراز F-35 وF-22 في مناورة مع مقاتلات كورية جنوبية فوق المياه الغربية للسول. وتهدف المناورات إلى إظهار التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها بكامل طاقته وبنطاق قدراتها العسكرية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مجموعة بوينغ فازت بعقد قيمته 1.6 مليار دولار مع واشنطن لتزويدها بالصواريخ البالستية العابرة للقارات بأنظمة توجيهية. وفي بيان قالت الوزارة إن العقد لا ينص على عدد محدد من أنظمة التوجيه التي سوف تتسلمها بوينغ، لكنه ينص على استمراره حتى الأول من فبراير لعام 2039. وأوضحت أنه سوف يتم العمل في قواعد Air Force One في ولاية يوتا. يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من الجمهور الذين وصلت أعدادهم حتى اليوم الثامن من فعاليته لأكثر من 1.5 مليون زائر. وتتنافس العديد من دور النشر على تقديم عروض وتخفيضات لشراء الكتب بأسعار مخفضة وسط مشاركة لأكثر من 1000 ناشر مصري وعربي وأجنبي. إن ما يخطه قلمك سيعيش أبد الدهر، هذا ما قاله الحكيم المصري سنب حتب حين تحدث عن الكتب، وهو أيضا ما كتب على حوائط جناح الهيئة العامة للكتاب المصري، وتراه فور دخولك معرض الكتاب في نسخته 54، ويشارك فيه 53 دولة و1074 ناشرا. الهيئة العامة للاستلامات بتقدم السنة دي مجموعة إصدارات مميزة تهدف إلى نشر الوعي ومناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية. عندنا إصدارات مصر وقضايا المناخ 3 أجزاء، عندنا قناة السويس الماضي والحاضر والمستقبل بتحكي
تاريخ إنشاء قناة السويس من سنة 1869 حتى 2019 كل التطورات اللي حصلت في قناة السويس. احنا بنقدم هنا دورنا خلال المجتمع اللي هو توضيح العلوم، توضيح الحلوم من الباحثين مش من اي حد تاني. كمان احنا هنا بنقدم الكتب اللي هنا الدكاتره وباحثين متخصصين في المجال، سواء كان في اي مجال بقى خاص من اقسام المعهد، احنا كمان بنقدم الكتب هنا بسعر التكلفه. النهارده بسم الله ما شاء الله يعني لما نجد اقبال شديد جدا من الشباب وخاصه شباب البرلمان فده يبقى شيء كويس جدا وده تأكيد للثقافة موجودة. تناول المعرض خلال جلساته في يومه الثامن قضايا الهوية وتاريخ كفاح المرأة والتعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب ثقافيا، بالإضافة لتشكيلة متنوعة من الكتب التي تباع بأسعار مخفضة تصل لخمسة جنيهات فقط. الدورة دي أنا شايف إنه في مبادرات جميلة جدا سواء من وزارة الثقافة زي مثلا الهيئة العامة المصرية عاملة كتب مخفضة جدا، وفي برضو مبادرة الثقافة والفن للجميع. أنا أول مرة دي أجي المعرض، وأكتر حاجة عجبتني اللي في كتب بتتكلم عن الرياضة. بحب الروايات، باجي عشان أقرأ روايات. بحب الكتب النفسية، هي أول مرة ليا في المعرض بس المعرض تحفة جدا. كان معرض الكتاب قد استقبل خلال السبعة أيام الأولى ما يقرب من 1.5 مليون زائر جاءوا لينهلوا من كنوزه ويؤكدوا على شعاره معا نقرأ نفكر ونبدع. قاعات ثرية بشتى أنواع المعرفة، كتب ورموز وقامات مصرية وعربية وفعاليات متنوعة تجدها في معرض الكتاب في نسخته 54 والذي يعد أحد أكبر التجمعات الثقافية على مستوى العالم. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. نظم فريق مبادرة ابني أديبا زيارة خاصة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، وشملت الزيارة تجول الأطفال في قاعات المعرض بالإضافة لجناح الطفل الذي شمل العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية. هذا وقد أشاد مسؤول المعرض بفكرة المبادرة وما حققته من نجاح، كما أشادوا أيضا بكافة الجهود التي تستهدف التنمية الثقافية للنشء. وفي شأن آخر، تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد صالون إطلاق استراتيجية التنسيقية 2023 التي تقوم على تبني كل البرامج والأنشطة بهدف تنمية الحياة السياسية والحزبية. التنسيقية تقدموا ب7000 طلب خدمي في شتى المحافظات وشتى الدوائر الموجودة بالجمهورية، وده من خلال ان هم نزلوا للمواطنين في اكتر من 1100 زيارة ميدانية، استطاعوا من خلال الوقوف على تلك المشاكل وازاي نحط سبل لحلها. دي ابرز الارقام اللي تم تحقيقها في 2022. احنا بنتكلم على أجندة تشريعية تم وضعها في المعسكر اللي تم ببورسعيد، قدرنا نحط مستهدفات ان احنا في 2023 او في الدور الانعقاد الحالي اللي ينتهي في 30/6 القادم ان احنا نكون وصلنا ل 16 مشروع قانون اتقدموا بس في الدور الانعقاد ده. احنا بالفعل قمنا بتقديم 9 منهم، جهزوا وتم تسليمهم في المجلس في خلال الشهر السابق. نتكلم على زيادة أعداد الطلبات الخدمية ومضاعفتها، نشاط النواب ما بينحصرش بس على دوائرهم الجغرافية سواء كان في المحافظة أو في دوائر، ولكن بيقدروا ينطلقوا في المحافظات المختلفة. وهنا الحقيقة أنا بشوف أن الديناميكية دي والسرعة في التحرك والسماع لي مشاكل المواطنين هو ده اللي بيخلي أو وبيميز نواب التنسيقية على تقديم أدوات قريبة جدا للمواطن. والشيء بشيء يذكر، يمكن من خلال هذه الاحتكاكات بنشوف كمان مشاكل خدمية محتاجة ان احنا نتدخل فيها بدور واضح، ويمكن تجاوزنا 580 طلب خدمي، والحقيقة ده اللي بيقدر يميز نواب التنسيقية فيه على الأرض، لأنه مش بس تكنوقراط، مش بس ناس مثقفين ويمتلكوا ملفات فنية ونوعية، ولكن أيضا هم سياسيين فعندهم قدرة على التواصل مع المواطن، عندهم قدرة على التحاور معاه ومحاولة إيجاد حلول تحدياته ومشاكله.
شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ استمرار رفع مياه الأمطار التي هطلت على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ وانتشار معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار. وأعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء. أثناء نزول المطر بننزل بعربات الكاسح وعربات شفط الرواسب وجميع العربيات، ننظف الشوارع من المي وننظف غرف المطر عشان تستوعب المية اللي جاية من مية المطر. كلنا بنبقى مستعدين وبنجروا كلنا بنشتغلوا على أجمل وجه وبنسلكوا المطر بلعات المطر وبنبقى مستعدين بعربات الكسح والشفط. تعلم تماما ان في تعاون بناء دايما بيننا وبين المحافظة ومجلس المدينة في عملية نسح الأمطار مياه الأمطار من الشوارع، بيبقى فيه تعاون مسبق لتطهير البيارات الصرف الصحي وغرف المطر صفايات المطر قبل موسم الشتاء. طبعا بيتم العملية ديت وبتتم طبعا خلال بعد كل نوه شتاء بتتم طبعا تطهير زي ما سعادتك شايف عربية شفط الرواسب، بتبقى معانا تباعا بنفتح غرف صفايات المطر بالكامل، اي رواسب نازله فيها بتبدا نشدها عشان تبدا تستوعب كميات المطر النازله عندنا. وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة. وليلى عمر، أهلا بك ليلى. شكرا لك صاحب ناجي أميرة العقدة، ونتحول معكم لتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. حرص الرئيس السنغالي ماكي سال على تبادل أطراف الحديث مع ممثلي الشركات المصرية، حيث أشاد الرئيس السنغالي في حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرة كبيرة انعكست على الطفرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية. وعلى هامش فعالية قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية، أكد الرئيس السنغالي على دعم بلاده للشركة السويدي إلكتريك المصرية لتنفيذ المشروعات التي تم اليوم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، ومنها مشروع إنشاء المدينة الاقتصادية المتخصصة. من جانبه أكد رئيس الوزراء لرئيس ماكي سال أن الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ المشروعات المتفق عليها في السنغال بأعلى معايير الجودة والكفاءة. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25% و 17.25% و 16.75% على الترتيب. وقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75%. أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وذكر محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة. وأرجع محافظ البنك المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
اقترح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية ومناخ الأعمال الذي توفره للمستثمرين، خاصة بعد إصدار بعض الحوافز الخاصة لتسهيل الأعمال مثل الرخصة الذهبية للمشروعات. وخلال مشاركته في فعاليات اللجنة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في العاصمة المجرية بودابست، عقد رئيس المنطقة لقاءات مكثفة مع مسؤولي الوكالة المجرية لترويج الصادرات وكذلك ممثلو عدد من الشركات والمستثمرين. وناقش جمال الدين مع مسؤولي الوكالة المجرية سبل التعاون والاستثمار في قطاعات مستهدفة. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يناير سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، يتخطى بذلك الإيراد الذي سجله في شهر أغسطس لعام 2022 بفارق يقدر ب 56.4 مليون دولار. وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال يناير من عام 2023 شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة تقدر ب 21.5%. أكد وزير البترول طارق الملا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 يوم 12 من فبراير المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 خلال نسخته السادسة لهذا العام. وأكد الوزير أن المؤتمر أصبح له مكانة رائدة في المنطقة، حيث إن 70% من المشاركين من الشركات والمؤسسات الأجنبية، وهو ما يعكس أهمية مصر على خريطة صناعة البترول والغاز في العالم. ويستهدف المؤتمر مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة وأمن الطاقة مع التطرق لملف العمل المناخي وتعزيز الجهود المشتركة، وهو ما يسهم في إعادة تشكيل الأسواق العالمية. المؤتمر بتاعنا ان شاء الله اللي هيبقى فيه بيناقش مش بس البترول والغاز، هيناقش كمان العناصر الخاصة بالتقاط الكربون، تخزين الكربون، نقل الكربون، وده كله من اجل الوصول للانتقال الطاقي بسلاسة. بنتكلم على موضوع الهيدروجين. الاول موضوع الهيدروجين نتكلم عليه كمنخفض الكربون وصولا للهيدروجين الاخضر، لانه طبعا ده بيمر بمراحل كتير وهياخد وقت وياخد استثمارات، وبالتالي احنا بنتكلم في حاجات نقدر نتكلم فيها على المدى القصير والمدى المتوسط. هذه هي الدورة السادسة للمؤتمر والمعرض، وسعيد بالعودة لمصر مرة أخرى. في هذا العام تتضمن أجندة المؤتمر المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي جدول أعمال موسع عبر مؤتمرات فرعية لتغطية المحاور الاستراتيجية والفنية والتمويل والاستثمار والاستدامة في الطاقة. وتضم هذه المؤتمرات عدد من الحلقات النقاشية، كما تجمع نحو أكثر من 300 متحدث للمشاركة في الحوار لعرض الحلول والاستراتيجيات التي ستعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بشكل عام مع ترقب الأسواق لاجتماع أوبك وحلفائها وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة وبيانات حكومية أمريكية عن مخزونات الخام والوقود. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 46% لتصل إلى 82.46 دولار للبرميل، وهبط سعر الخام الأمريكي بنسبة 31% إلى 76.17 دولار. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 32% لتصل إلى 2.94 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.8% لتسجل 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
صدر أمر ملكي بإعفاء فهد بن عبد الله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه وتعيين أيمن بن سعود السياري محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير. يأتي تعيين السياري بعد أن بدأ العمل في البنك المركزي السعودي عام 1999 الذي أعاره عام 2003 للعمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن لمدة 3 أعوام، وعين وكيلا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار عام 2013، ومن ثم نائب لمحافظ البنك المركزي السعودي في عام 2019، قبل أن يصدر الأمر الملكي اليوم بتعيينه محافظا للبنك المركزي. سجلت الليرة اللبنانية مزيدا من الخسائر أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد بدء تطبيق قرار تعديل سعر الصرف الرسمي ليلامس سعر الدولار الواحد 65,000 ليرة لبنانية. كان لبنان قد بدأ تطبيق قرار المصرف المركزي القاضي بتعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15,000 ليرة، وعند بدء تطبيق القرار كان سعر الصرف يتراوح ما بين 58,000 ليرة و 60,000 ليرة، إلا أنه استمر في الارتفاع. نهاية جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وأميرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر. يعد مركز خدمات مصر في محافظة أسوان نافذة خدمية حكومية جديدة تم افتتاحها لتقديم 33 خدمة متنوعة من خلال 20 شباكا بنظام الشباك الواحد. يحقق المركز سياسة الشمول المالية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، مما يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة، كما يعمل المركز على تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي. احنا هنا في مركز خدمات مصر بنشتغل مواعيد العمل من الساعة 8:30 للساعة 5 مساء، ولو اضطرت اوقات العمل ان احنا نقعد اكتر من كده هو بنقعد لحد ما نمشي اخر عميل عندنا في المكان، وبنسعى دائما لخدمة وارضاء جميع المواطنين من خلال 20 شباك بنقدم فيهم اكتر من 33 خدمة حكومية بصورة متميزة. احنا هنا بنقدم كافة انواع التوكيلات وانواع عقود البيع الخاصة بالمكان، طبعا بنوفر جميع انواع الخدمات المميكنه الخاصه بعمليه التوسيع، كمان بنوفر جميع السبل والخدمات الميسره للمواطنين باسهل طرق واسهل نظام دفع. احنا الحمد لله اسند الينا مهمه اداره وتشغيل مركز خدمات مصر. المركز ده اللي انشئ او تم افتتاحه رسميا يوم 8 ديسمبر 2022، والذي بيهدف الى تطوير مستوى الخدمه الحكوميه المقدمه للمواطن المصري ليشعر بمبادرة حياة كريمة. وحياة كريمة بالنسبة لنا يعني خدمة جيدة بتقدم للمواطن. بجانب الخدمات اللي بنقدمها هنا داخل المركز واستقبالنا للمواطنين وتعظيم فكرة الشباك الواحد لمجموعة الخدمات اللي بتقدم فيه، كمان كارت التقييم. التقييم ده بيساعدنا ان احنا نعرف رأي الناس في الخدمات المقدمة داخل المركز. عن طريق الصدفة اكتشفت إيطاليا تمثالا بالحجم الطبيعي لإمبراطور روماني في هيئة البطل الأسطوري هرقل. الكشف الأثري خرج إلى النور أثناء أعمال إصلاح الصرف الصحي بالقرب من طريق أبيان، وهو أول طريق سريع في روما القديمة. وخلال عملية الإصلاح ظهر وجه التمثال أولا حين كانت جرافة تحطيم الأنابيب القديمة لاستبدالها بجديدة، وتم اكتشاف التمثال الرخامي الذي يتخذ هيئة هرقل في 25 من يناير الماضي في منتزه سكوت بارك، وهو جزء من منطقة خضراء في إيبيا. وتظهر خطوط العبوس على جبين التمثال، مما يعبر عن علامات مميزة لأباطرة القرن الثالث الميلادي الذي واجهت فيه الإمبراطورية الرومانية أزمات عاصفة. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة،
مرة أخرى إليك ليلى. شكرا لكما، ونتحول لمتابعة أهم وآخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل البرودة على السواحل الشمالية وللدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد. ويشهد غدا الجمعة انتشار للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 18 الصغرى 10، الإسكندرية 17-11، مطروح 16-10، بورسعيد 17-11، الإسماعيلية 18-9، السويس 18-10، العريش 17-10، طابة 20-10، شرم الشيخ 22-13، الغردقة 20-11. ننتقل للأقصر العظمى 19 الصغرى 8، أسوان 22-10، الوادي الجديد 18-7، شلاتين 24-14، وأخيرا حلايب 21-14. ونستعرض معكم الآن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم الآن مع أبرز لقطة لهذا اليوم. Eagles pitching down range. Supersonic. Just heard the call out that Falcon 9 is supersonic, meaning that it is traveling faster than the speed of sound, around 1200 kilometers per hour or 770 miles per hour. We're about 1 minute away from several events that'll happen in quick succession. They are MECO, stage set, SES-1, and fairing separation.
This is the final burn that slows the rocket down to help it land on the drone ship. Stage of landing leg deployed. Vehicle's pitching downrange. ومن اللقطة الأبرز في هذه النشرة إلى نهايتها وتذكير بالعناوين. أمام قمة داكار مدبولي يؤكد أن مصر وفرت البنية التحتية لجذب الاستثمارات، ويعتبر وثيقة ملكية الدولة خارطة طريق للقطاع الخاص. فرنسا تعلن استضافتها الاثنين المقبل اجتماعا لبحث حل لأزمة لبنان الراهنة بمشاركة دول عربية وأوروبية. في إحاطتها لمجلس الأمن، المبعوثة الأممية تؤكد أن العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالذخائر المتفجرة، وتطالب المجتمع الدولي بالمساعدة. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع هدير أبو زيد. أهلا بك يا هدير. أهلا بك يا سحر، مساء الخير عليك. مساء الخير يا أميرة. أهلا، مساء النور عليك. يعني النهاردة أكيد يوم مميز، هيكون في موضوعات كثيرة في التاسعة. صحيح، ويمكن يعني العالم كله بيتحدث عن مسألة إيرادات قناة السويس والعوائد الكبيرة اللي بتحققها قناة السويس شهر بعد شهر. كل مرة يعني بنشوف إنه ده يمكن العائد الأكبر اللي ممكن يتحقق، وبعد كده بنكسر الأرقام دي. والحقيقة إنه يعني حديث كله أمل يعني، ويدينا طاقة إن إحنا نكمل، ويمكن هي الداعم الأهم للاقتصاد في الجمهورية الجديدة. إن شاء الله إنجاز كبير، ويعني دايما للمزيد. بشكركم شكرا جزيلا سحر وأميرة، وبشكر كل صناع نشرة التاسعة. استأذنكم نبدأ حلقتنا.